ولد خويا تغصبنا فيه انا عمته، تغصبنا فيه خدام على وليداته، كترزق الله على وليداته. واحد الوقيته كنت كيعيطوا لنا كنتفاجئوا بالخبر انه جات تلقينا 3:30 ديال الصباح كنتلقاو الخبر على انه ولد خويا توفى. كيفاش الوفاه ديالو جات؟ تلقاو ليه الشمكاره في حدا الخدمه ديالو، حدا الخدمه ديالو تلقاو ليه الشمكاره، كريساج ولا شمكاره وشو. ولد خويا ما كيتحشش، ولد خويا ما تيدير قرقوبي، ولد خويا ما تيكمي، ولد خويا ما مشرطش، ولد خويا ما كيدير حتى شي حاجه. ها وليداتو هما كتشوفوا فيهم، هادو تويميين، يلا كنا بغينا نختنوهم نهار الحد. ثلاثه ودريه عندها 3 سنين، دريه عندها 3 سنين، الوليدات عندهم 7 شهور، يلا غيكملوا، مازال ما كملوش العام. يلا كنناشد الملك يطلب لي التعويضات ديالي، يعوض لي حق هاد اليتامى مساكن، ما كاينش اللي غيكون فيهم. حنا في شعب في حي راقي، يعني ما عندناش شي اللي غيعوض لينا، وكثر عندنا هاد القرقوبه، كثر عندنا بزاف الظلم ولا عندنا في البلاد. الامن ما كاينش، الامن ما كاينش، حنا ولينا كنخافوا نخرجوا نتسخروا، كيخصنا عن سترة الحليب ما كنقدروش نخرجوا للحانوت. شوف هذا واش عليه حال شي شمكار، جارو داير لي قنبه في رجليه، جارو من الخدمه، جارو خدام على وليداتو، جارو من الخدمة حتى لهنايا كيعذب فيه، وما عنده حتى واحد، ما عنده حتى شي حسد مع شي واحد، ما عنده حتى شي حاجة، ما عنده والو. علاقته زوينة مع الناس كاملين. البارح راه قيدو هذا ولا اش بغى يكون؟ راه الموسم هو يلا في عمره 23 عام، هو الكبير عنده، هو اللي هاز امه، هو اللي هاز وليداته، كي غيدير؟ وباه هو اللي هاز باه، خدمة على قد الحال، امه ما خداماش. عندنا البوست ديال البوليس كان في حي الليمونة حدا الفيلات، كيقابلوا على الفيلات، حنا ما عندناش البوست ديال البوليس، ما كاينش، خاصنا الشباب كيضيع، لا مؤسسات، لا ما كاين حتى شي حاجة، والو. هاد الوليدات اشنو ذنبها؟ ما صاحب الجلالة، صاحب الجلالة اشنو ذنب هاد الوليدات؟ أنا كناشد كصاحب الجلالة، وكناشد الحموشي مدير الأمن، كناشد كمدير الأمن سي الحموشي، تاخذ لنا الحق في هاد الظالم، وتحبس علينا القرقوبة سي الحموشي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.